أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع أصبع السبابة للتشهد بعد الفراغ من الوضوء؟ لا أذكر فيه دليلا، لا أذكر دليلا يدل على مشروعية رفع الأصبع بعد الوضوء. إنما الذي يتشهد ولا يحتاج، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما جاء في حديث ابن عمر: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. نعم.